معايا. فين الشيخ؟ أنا يا خويا كيف زيان؟ أنا فين هاد الغبرة؟ نعم يغدر عام هاد الدراسة. قريتو أنت تنقرا هاد العلوم؟ قرينا خويا. شنو دار لكم؟ لأن واحد الدرجة ديال التلباس الحراري. هذاك الأستاذ راه كيحبس ليا الأفكار ديالي، ما كنحملو ليه هو المادة ديالي. مالك أصاحبي؟ شنو راه قالوا لي كاين شي فرض عنده هاد السيد؟ يديرنا فرض وفي التلباس الحراري ياك. إذن تطرقنا في الحصة الماضية إلى موضوع المجال العالمي والتحديات الكبرى، التحدي السكاني والتحدي البيئي. وكتتمة لهذا الدرس سوف نتطرق إلى درس آخر مهم، وهو الاحتباس الحراري والخصاص المائي في المغرب. ولمناقشة هذا الموضوع سوف نتطرق إلى مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول هو في نظركم ما مفهوم الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري هو ارتفاع نسبة CO2 في الجو مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الأرض. نعم هو ارتفاع درجة الحرارة داخل الأرض، وما ما في نظركم ما مفهوم الخصاص المائي في المغرب؟ الخصاص المائي هو الحاجة إلى الماء، وأن حصة الفرد من الماء حاليا هي 600 متر مكعب، وفي المستقبل ستقل حصة الفرد من المياه في المغرب. نعم جيد، وما هي الحروب التي سيعرفها العالم في المستقبل؟ ان الحروب المستقبلية ستكون حول الماء، لان الانسان سيصبح يقتل اخيه من اجل الماء. والان سوف اترككم مع فيلم وثائقي يوضح اهميه وخطوره الاحتباس الحراري وخاصه الماء.
سادة 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 نعم عافاك خمش المرحة تفضل.